عبد الله ومجدي قفشه، يعني ايه الفرق بينهم من وجهه نظرك بصرف النظر عن الخبرات الدوليه؟ لا، عبد الله رتمه سريع، عبد الله يعني بدنيا بتتكلم على قوه وعلى التحامات الى حد ما. خلي بالك ان مجدي صغير في السن جدا. ماشي، بس الخبرات بتاعت عبد الله كبيره، راجل مقنع، راجل دلوقتي وصل مرحله ان هو ترمومتر الاداء، عنده خبرات دوليه كبيره جدا، عنده ثقه، خبرات تهديفيه في كل حاجه. وانا اقول لك هو عنده خبرات كبيره جدا، عمل معاه وعارف ازاي. عبد الله اداء وتطور بشكل كبير جدا. النهارده عبد الله بيكمل كفيرو الثاني، بدا قفشة الفتره اللي فاتت يقوم بالدور ده شويه، لكن لسه قدامه دوليا كتير، هيبقى كويس حاليا مش مشكله، لكن دوليا عبد الله عنده الخبرات الدوليه كبيره. عبد الله مقنع بالنسبه للعيبه، عبد الله النهارده وقفته في الملعب لا تقل تقل. فانا شايف عبد الله لا، ده اللي هياثر بشكل كبير جدا مع كابتن حسام طبعا. وبنتكلم على محمد صلاح، قدرات التهديفيه اللي موجوده، اللي هي الفرق اللي قدامك بتعمل لك ألف حساب، فانت النهارده ممكن تفتح لجبهه ثانيه، لان معظم الفرق بتلعب على محمد صلاح، فبتقفل الجبهه بتاعت محمد صلاح، تبدا تفتح جبهات ثانيه في ناحيه ثانيه. فالنهارده عندك مشكله كبيره في الحته دي، محمد صلاح مع كوكا، برغم ان كوكا بالنسبه لنا الفتره اللي فاتت يعني اداش بشكل كويس، يعني كوكا يعني بيلعب وكل حاجه، بس في النهايه لكن قيسوا بقى يا كابتن خبرات دوليه بينه وبين احمد جمعه ومروان حمدي وحسام حسن، هتلاقي هو اكتر. اهلا وسهلا بالخبرات الدوليه كابتن ضياء، بس في النهايه